واسي مرزاق، هات شوف هاد السقع هذا مولف مولف يدني. ها هو راه هو اللي شاعل لينا العافيه. ها شوف السر هذا واش داير، شوف مولف بالوقيد. تحيه للسر هذاوي، تحيه عاليه. عم هنا تلقى النار. اللي زوين في هذا اللقاء هو اللقاء اللي داز ما بين السي مومن والسي الرداوي، كانوا مشتاقين يشوفوا بعضياتهم. هذا هو اللي جميل في هذه اللقاءات، تبارك الله عليه وتبارك الله عليهم كاملين. وتحية للسي الرداوي، وراه عزيز عليه شعل العوافية ويشعل في الخلاء وفي البطون. السي راقب تانا وكيما قال السي مرزاق يشعل العوافي، ترى خصيصا يشعل العوافي في 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 الوقيت، فاخر في بنادم، في كل شيء، في كل شيء. الا بغيتي تشعل العافيه في شي حاجه اسيدي يكون حداك الرداوي، ما كاينش لا. ايوا على الصوره الجميله ديال السي الرداوي، تحيه لي عاليه جدا كما قالوا بعض الاخوان، رجل الاسبوع. تحيه عاليه، والله يخلي لك الوليدات والوالده، الله يطول لها العمر، والله يشافيها والله يطبها، تبارك الله عليك. تحيه للاخوان. ايوا سيدي تبارك الله عليكم وتصبحون على خير. ورد مع البيدوزه البيدوزه راه باقي حاضر. لا ادري السي خليد مدى الدهاء ديالك والحنكه ديالك، حتى ارغمتني على الامساك بتلك البوذيزه وظللت اعانقها، وانا لا ادري ما القيمه التي تحتوي عليها تلك البوذيزه، ولكن المفرح كثيرا هو ان جل الاصدقاء يعني بالواسطة ديال سميتو يعني ضحكوا كثيرا، وكان الجو زعما رائع ورائع جدا. واخويا تحية لكم كاملين.